كالمعتاد مشاهدينا بنبدأ معاك بفقرة الصحافة، والنهاردة بنتكلم على المقالات وتحليل مقالات بداية الأسبوع السبت. طيب بالتأكيد هتكون شرفاني ومنوراني كالمعتاد الأستاذة سلمى أنور الكاتبة الصحفية المتميزة والباحثة في علم الاجتماع السياسي. أستاذة سلمى صباح الخير ومنورانا. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك. خلينا ناخد مقالاتنا كده خبر خبر، ونبدأ من اليوم الجديد وأحمد خالد توفيق يكتب بناقص واحد. كنت لسه بسأل حضرتك قبل الهوى وهذا العنوان الغريب بناقص واحد. بناقص واحد دكتور توفيق، هو أكتر حاجة مؤثرة في المقال إنه كتبها دكتور أحمد خالد توفيق، لأنه يعني أنا بعتبره ساحر على قلوب وأمير على قلوب مواليد الثمانينيات اللي هم جيلي، لأن يعني جيلنا تفتح وعيه على كتابات هذا الرجل وعلى سخرية هذا الرجل من كل شيء وعلى لغته المميزة جدا. فلما يجي دكتور أحمد خالد توفيق يتحدث عن أزمة الدواء، هو بيتحدث كمريض عن أزمة الدواء وكطبيب عن أزمة القطاع الطبي في مصر. لما يجي رجل بهذه الشعبية يتحدث عن أن دواء القلب الخاص به دون أن يفصح عن اسم الدواء، حتى لا يعتبر يعني نوع من الدعاية ولا الاستجداء ولا أي شيء، يتحدث عن أن حياته على المحك بسبب نقص هذا الدواء في الأسواق، ويبتدي يعتبر ده مدخل لأزمة الدواء في مصر ونقص الأدوية في مصر في 2014 و2015 اللي هي يعني بلغت الذروة في الحدة. بس ده حقيقة؟ ده حقيقي. ده حقيقي. لا، هو كمان يعني معزز ده بأرقام وتحليلات المتخصصين حول نقص المواد الخام لتصنيع الدواء في وده مصر. مش النهاردة بس على فكرة، أنا كاميرات نهارك سعيد لما نزلت قبل كده على مدى السنوات الماضية وغطت نقص الدواء، اكتشفنا ان في فعلا ادويه كتيره جدا خاصه بالقلب والسكر والضغط والى اخره اصبحت غير متواجده في السوق المصري، وحاجات اكتر حده من هذا كمان. يعني الادويه الخاصه، انا فوجئت من مقال الدكتور احمد خالد توفيق انه محلول الملح الذي يعلق في المستشفيات هناك نقص فيه، حتى هو بيسخر من الامر ده وبيقول هيجي في وقت الدكتور هيضطر يعلق قله فيها ميه ويدوب فيها الأدوية المطلوب تمريرها إلى أوردة المرضى. متخيل دي جايز أكتر حاجة موجودة في الصيدلات والأجزخانات. أنا فوجئت. وسعرها مش مرتفع. لا، هي فيها نقص وهو بيرجع هذا النقص. أولاً هو رصد 111 صنف من الأدوية مختفية في 2014، أكثر من الضعف في 2015، وصلت ل 125 صنف أدوية ما بين مضادات اكتئاب وما بين أدوية للكبد وأدوية للقلب وأدوية بالظبط تمس حياة المرضى يعني في 2015. وهو من يعني من ضمن الأسباب طبعا ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري، عمل صعوبات في استيراد في المواد الخام والأدوية من الخارج. في 2013 2014 كان في أزمة أمنية طبعاً فخلت شفتات حتى المصانع شفتات عمل التصنيع أقل، وبينتقل منها لأزمة القطاع الطبي وبيرصد بعض الحالات المؤسفة اللي كان يعني دكتورة زميلة له بتتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة جات لها كانت محتاجة تدخل الطوارئ على الفور ولم تتمكن من إسعافها، حالة احتشاء حد في القلب وكذا. فهو يعني هو بس هو ربط ما بين أزمة الدواء وبين أزمة القطاع الصحي. نعم. يعني القطاع الصحي جايز احنا عارفين كويس قوي انه بيعاني مشاكل كثير، ولكن لما يربط النهاردة أزمة الدواء بالقطاع الصحي بمعنى كده ان في مشكلة فعلا بطبيعة الحال القطاع. جزء كبير من يعني هو مكون رئيسي في القطاع الصحي ان انت تتوفر في المستشفيات أدوية الطوارئ على الأقل يعني. فاحنا بنتمنى السلامة بس لدكتور أحمد خالد توفيق مبدئيا، ونتمنى أن نعم لأنه عزيز على قلوبنا، ثم نتمنى ويجد دواء القلب المناسب دي. لأنه أكيد دي أزمة كل بيت مصري يعني. طيب خلينا نروح لجريدة الأهرام ورأي الأهرام، وزي ما قلنا الأهرام تكتب تخاريف وهزيان نتنياهو. هو يبدو أن العنوان ملائم ومش غريب على فكرة. لا هو مش غريب، لكنه المرة دي شوية مبالغ فيه، لكن أنا سعيدة أنه جريدة الأهرام تلتقط هذه التخاريف وتسلط الضوء عليها باسم مؤسسة الأهرام. يعني مش كاتب أخذ المبادرة، لا، المؤسسة أخذت هذه المبادرة. وده الاتجاه لمؤسسة الأهرام. بالضبط. هو بيعلق على تصريحات حديثة لنتنياهو أمام الكونغرس الصهيوني العالمي في القدس قبل أيام، اللي صرح فيها بأنه، وهو تصريح غريب على فكرة يعني أنا اندهشت منه جدا، بأنه
الذي شجع هتلر على القيام بمحرقة اليهود في الأربعينيات من القرن الماضي كان مفتي القدس في ذلك الوقت. ده جاب المعلومة دي منين بقى؟ على فكرة في حاجة مش لازم ننساها، إنه نتنياهو أبوه مؤرخ، أحد مؤرخي الدولة الصهيونية والثقافة الإسرائيلية واليهودية. عشان كده هو يعتد برأيه في بعض المناطق على اعتبار إنه كان يعني بينقل ده بشكل فيه صدق. بغض النظر، هو هذا الرجل رجل سياسي مولود، يعني عنده البريفيليج بتاعت انه اتولد لمؤرخ في وحوله مكتبه تاريخيه. طبعا عنده معلومات بالضبط. لكن ولكن هذه المعلومه بقى بالتحديد، هذه المعلومه كذبها اول من كذبها مؤرخون اسرائيليون، ده مبدئيا. لانه يعني اول خطاب رصد لهتلر يتحدث فيه عن التخلص من اليهود بغير طردهم، يعني تصفياتهم، كان عام 39. اللقاء الذي حدث بين مفتي القدس في الاربعينيات وهتلر كان 1941. يعني هناك نية لدى هتلر باح بها في الفضاء العام قبل حتى لقائه بمفتي القدس. أنا مش عايزة أدخل في الحادثة نفسها، لكن خلينا نربط ده بتصريح لمندوب إسرائيل قبل أيام في الأمم المتحدة، اللي قال فيها أنه الأطفال الفلسطينيين يتشربون ثقافة كراهية للإسرائيليين في المدارس وفي الإعلام، وكأن الأطفال الإسرائيليين يتشربون ثقافة حب مثلا للفلسطينيين أو للعرب. يعني لما تربط الصورة دي كلها ببعضها ستجد أن هناك خطاب إعلامي بيزن على الودان، زي ما بيقولوا، على ودان الغرب وعلى ودان العرب أنفسهم. هو بالتأكيد ممنهج وبالتأكيد مرتب وبالتأكيد له غرض مصروف عليه. بالضبط كده. حلو، كويس اللفظ اللي حضرتك اخترته. يعني فضلا عن ذلك، لولا أن التقطت الأهرام هذه اللقطة ربما كان الأمر يعني يصمت عنه أو لا يرى بهذه الفجاجة وبهذا الوضوح. يعني فنحن بحاجة للوقوف أمام مثل هذه، لأنها بعد شوية تبقى حقيقة يا أستاذ أشرف، وما لا تعامل على أنها لا تصريح. هي زي ما بيقولوا هم مصحين في الموضوع ده، شوية شوية بتبقى حقيقة. بالزبط. يعني بنبقى كلام، والطعمية بتبقى إسرائيلي، وكل حاجة بتتحول المزيكا الفلسطيني فجأة تتحول لمزيكا إسرائيلي، وكل شيء بعد كده بيبقى في خانة الحقيقة التاريخية. بالزبط. يعني بالزبط. طيب خلينا نروح لجريدة اليوم السابعة، وكريم عبد السلام يكتب: لماذا يتمحك حزب النور في الرئيس؟ يعني في الأيام اللي فاتت كثر الحديث عن حزب النور، وما بين الانسحابات وبين البقاء وما بين، يعني أيا كان هذا الحديث كان مقصود أو غير مقصود، ولكن لماذا تمحك حزب النور في الرئيس؟ هم قرروا البقاء مبدئيا للجولة الثانية، هذا ما قرروا. كنت متأكد من يعني كنت متأكد. لم نفاجأ. بالضبط. هو في زحمة الكلام عن الانتخابات، في كلام كتير قوي عن لماذا لم يشارك الشباب، ولماذا قطع المنتخبون أو الناخبون صناديق الاقتراع. فجأة برزت أزمة حزب النور على السطح بعد أن ظهرت نتائج الفرز الأول في الجولة الأولى، وبان قد ايه ان هو هذا الحزب الذي كان يعني يروج لنفسه كحزب ذي شعبيه كاسحه، وعلى اعتبار انه ما فيش منافس ديني اخر. هو في الحقيقه هو خسر في الجوله دي بشكل صدم الحزب نفسه واربك حساباته، وخلاه يعيد حساباته تاني. طيب انا ليه خسرت؟ ويبدو انه لم يحسب اللعبه بشكل جيد، ولم يقرا يقرا المزاج العام للشارع المصري، الشارع السياسي المصري دلوقتي. الشارع السياسي المصري بشبابه بعواجيزه وبنسائه وبرجاله لم يعد يميل للعبه الدين والسياسه كثيرا في هذه الايام. يعني بقى متحسس منها وبقى عنده رصيد، احنا لعبنا اللعبه دي قبل كده، خلينا استاذه سلمى، قد يكون كان هناك نوع من الاطمئنان لهذا الحزب على اساس هو البديل الوحيد كحزب ديني عن جماعة الإخوان المسلمين. هل هذا كلام صحيح؟ هل هو البديل الوحيد الموجود؟ هو البديل الأكثر تنظيما والأكثر حضورا على الأرض، لكن يبدو أن الانطباع العام الواقر في وجدان المصريين أن مكان السلفية هو الدعوة. يعني أنا شخصيا كنت أعتقد أن من ضمن أساسيات الاتجاه السلفي هو الدعوة، هو ده الاتجاه الأساسي. بالظبط. هم مؤخرا فجأة بدأ يظهر ظاهرة السلفي، عفوا في التعبير اللي بعض الباحثين أسموها السلفي الفهلوي، اللي هو بيرضي كل الأطراف وبيلعب سياسة هنا وبيلعب سياسة هناك، اللي هو بقى هذا الكاركتر أو هذه الشخصية بقت شوية انتقلت من الخانة التي كان مألوفا فيها،
خانه اللي هي كانت ابعد ما يكون عن السياسه، بالعكس ده هو كان عامل زي القطر كده يعني، كان له مواقف شديده الصرامه شديده الحده احيانا، وفجاه بدا يعني مواقف السلفيين لما ابتدوا يلعبوا سياسه بدات تميع الى حد ما. هل لهم من الخبرات ما تخدم المواطن المصري في النتيجه البرلمان؟ بتقول لا يعني، النتيجه لو انا كنت قصدي اسال السؤال ده بتقول لا. كل حضرتك قلتي هم نفسهم صدموا، هم طبعا هم ارتبكوا وبدا يبقى فيه نقاش حاد داخل الحزب، طب ننسحب حفظا لكرامه لماء الوجه ولا ننتظر الاعاده؟ في الاخر قرروا انهم يخوضوا الاعاده. طيب جريده المصري اليوم وسمير فريد يكتب ايضا اصل الحكايه. اصل الحكايه تتعلق بالفيلم اللي بيصوره وكان بيصوره الايام اللي فاتت مورغان فريمان الممثل الامريكي والعالمي في القاهره، واللي زار عشانه بعض المواقع الاثريه من ضمنها المتحف المصري والشعبية. طبعا والشعبيه طبعا راح مصر الفاطميه ومصر الاسلاميه. يعني عرف او سرب عن الفيلم ان هو اسمه ستوري اوف جاد او حكايه الاله او قصه الاله. وحسب تصريحات مورغان فريمان نفسه هو بيتكلم عن انه بيرصد ظاهره الربوبيه في الحضاره الانسانيه، وانه بيصور شويه في تركيا وشويه في مصر علشان يقف على الحضارات القديمه كيف تعاملت مع فكره الاله. فكره مش دي اصل الحكايه، فكره وجود الرب، ولكن هو واضح ان مش ده المقصود قوي. المشكله انه دلوقتي الرقابه على المصنفات الفنيه زعلانه علشان مورغان فريمان ما اخذش منهم تصريح. اللطيف في الامر انه هيئه العمل للاستعلامات بتقول انه الفيلم معمول لحساب ناشونال جيوغرافيك، يعني هو فيلم توثيقي مش بالظبط مش فيلم دراما يعني. الهيئه العمل للاستعلامات بتقول للرقابه الاداريه ما تزعلوش، احنا الراجل جه قبل 4 اشهر واخذ مننا هذا التصريح واحنا سمحنا له وده اختصاصنا. من الهيئه العامه للاستعلامات؟ من الهيئه العامه للاستعلامات. الهيئه لما تتفرج على هذه الملاسنه، انا شخصيا اللي جه في ذهني انه يعني حينتهي عصر التصاريح وحتدوى وحتذبل وحتنسى تماما التصاريح، والمؤسسات الرقابيه ستتراهل اكثر ما هي مترهله، وسيبقى في النهايه القيمه الفنيه والقيمه التوثيقيه والتاريخيه للعمل. بس هو بالفعل فيلم وثائقي؟ نعم، هذه هي التصريحات وتصريحات ناشونال جيوغرافيك نفسها يعني. طيب انا بس اسال سؤال فني شويه، ما اعرفش حضرتك هتقدري تفيديني فيه ولا لا. هو المفروض انه بما انه فيلم وثائقي فعلا المفروض يكون هناك تصاريح من هذه الجهه ولا من الهيئه؟ هذا ما تنفيه الهيئه العامه للاستعلامات، يعني هي بتؤكد انها هي الجهه المنوطه. ايوه المنوط بها هذا الامر كفيلم وثائقي. بالضبط كفيلم وثائقي، لو كان دراما كنا هنحتاج مساله. طيب. علم بانه هناك في ناس اصلا بتتساءل عن جدوى وجود رقابه على المصنفات الفنيه، يعني دعنا من هذا الجدال الفلسفي الذي لا طائل منه الان. ايا كان. نعم. طيب خلينا نروح لجريدة الشرق الأوسط وتقرير مترجم عن بيزنس انسايدر، وكيف يقضي الإرهابيون على أو كيف يقضي الإرهابيون في داعش أوقات الفراغ. يعني دخلنا شوية في وقت فراغ أستاذ أشرف. نعم. هو الحقيقة هم لعبوها كويس قوي الدواعش. هم حاولوا يصدروا فكرة عن الوجه الإنساني لذلك التنظيم القبيح الدموي، وكأنهم يعني يصدرون للعالم وجه باستخدام الإعلام مثل هذه القنوات الإعلامية، إنه على فكرة إحنا ناس طبيعيين وعندنا أوقات بنريلاكس فيها وبنمارس أنشطة إنسانية لطيفة وطريفة. وهو راصد في التقرير بعض الأنشطة زي الفرجة على الفيديوز والكلام عن الطبيخ في أوساط النساء والفيسبوكينج والتويترينج. هو بعد اللي حصل ده كله تعتقد ان الناس وصلت بدرجه من خلينا نقول هم درجه من الذكاء ان هم يقدروا يصدقوا كلام زي ده؟ نصدق او لا نصدق؟ بص يا استاذ اشرف، الفكره كلها لعبه تريكس اعلاميه. أكيد. يعني السنه اللي فاتت بس في 2014 كتب من عرف وقتها بجهادي عبد الله، كتب على تويتر تويتات بيتحدث فيها عن انتحار روبن ويليامز، وبيتكلم عن ذكرياته مع افلام روبن ويليامز اللي كانت موجهه للاطفال، وان هو كان بيستمتع بفيلم جومانجي وكذا. في الوقت ده واتكلم على بعض الافلام الانيميشن اللي كان بيحبها في مراهقته، وهو ما زال في مراهقته في الحقيقه. يعني هذا الجهادي عبد الله هو فكر مراهق اقل من 20 عام. في الوقت ده هجموه جهاديون اخرون وناشطون في القاعده وفي داعش، لانه انت ازاي تهز الصوره الصارمه للجهادي الذي يكافح الكفر في العالم وبتتفرج على لاين كينج وعلى وتقول انك طبيعي وانك جومانجي وانك يعني انت كنت طفل ومراهق طبيعي.
وابتدى يدافع عن نفسه ووضع في خانة الدفاع في ذلك الوقت. النهارده بقى هذه اللعبة استغلتها داعش بذكاء عشان تروج لنفس المشهد ده. احنا زينا زيكم. ليه؟ لانه ربما تكون الصورة المبالغ في دمويتها تصد الراغبين في الانتماء. يعني انت اذا كنت بهذه الدمويه بالظبط انا مش عايز انتمي للتنظيم بهذه الدمويه حتى لو كنت جهادي. انا ربما اكون جهادي لكن مش سايكوباتي يعني. سبحان الله. طيب خلينا نروح لجريده الوطن ونائل السوده يكتب اوقفوا مناهج القتل. وكان لازم اول ما قريت العنوان سالت الاستاذه سلمى ما المقصود بهذه المناهج؟ فقالت لي دي مناهج الازهر. الازهر. ناس كتير بتستغرب جدا بتقول يا جماعة بس خليكوا بهدوء ونظرة هادئة لمناهج الأزهر وحرام ان احنا نتهم بعض مناهج الأزهر بان فيها حث على القتل او على الحرق او الاخر. ولكن اين الحقيقة؟ الحقيقة من خلال برنامجنا فرج سعيد استضفنا الكثيرين من شيوخ الأزهر وعلماء الأزهر ومن يدرسون بجامعة الأزهر، ويبدو ان هناك بعض المناهج بالفعل محتاجه تعديل. اعتقد كده يعني. هو الملف مش مفاجئ، والكلام اللي بيرصده السيد نائل السوده مش جديد. هو بيرصد بعض القيم الدمويه التي تمرر ضمنا من خلال فتاوى قديمه واراء فقهيه تمرر. قديمه. تمرر كويس قوي اللفظ ده. ما بتمرر قيم بالزبط. يعني اي فكره واي معرفه لابد فيها من قيمه ما. وهو بيرصد نماذج انا مش عايز اشتبك معاها لانه ليس هذا المقام المناسب. حتى لو كانت يعني عن حد الرد على سبيل المثال هو بيشتبك معه، وهو بيشتبك عن استتابه تارك الصلاه مثلا على سبيل المثال، وما قيل انه يستتاب ثم يقتل اذا لم يتب. يعني مثل هذه الاراء التي غدت حتى في الدوائر الفقهيه محل مراجعه يبدو انها ما زالت تدرس باصرار. العجيب ان احنا منتظرين بعد هذه المناقشات لم يحدث الجديد، ولكن منتظرين تعديلات في هذه المناهج البسيطه او ما يمرر كما ذكرت حضرتك. وقتنا خلص، ولكن عنوان اخير في جريده الوطن عماد الدين اديب يكتب قانون بوتين في كلمه واحده. في كلمه واحده، قدره بشار الاسد على المرور من كل اجهزه الاستخبارات المتناثره في سوريا الى الكرملين ثم العوده مره اخرى والعوده الى المناخ السوري. نعم. استاذ سلمى انور الكاتبه المتميزه والباحثه في علم الاجتماع السياسي كالمعتاد نورتينا، وتحليلات رائعه لمقالات الصحف الصادره صباح اليوم السبت 24/10/2015. بشكرك وعلى وعد بلقاء متجدد، ننتظرك مره اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا بالتاكيد مكملين فقراتنا على الهواء مباشره، خليكم معنا ولكن فاصل قصير.